لم يكد يستفيق تنظيم الإخوان المسلمين من صفعة ما، حتى تأتيه صفعات أخرى أكثر حسماً وإرباكاً. جاء آخر هذه الصفعات من أوروبا وتحديداً فرنسا، حيث قرر الرئيس الفرنسي إنهاء مهام ما يسمى المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي يرأسه المغربي محمد موساوي. اتهامات عدة وجهت للمجلس الذي تأسس بفرنسا عام 2003 بالتحريض على العنف وتبعيته لتنظيم الإخوان. تلك الاتهامات كانت الدافع وراء قرار ماكرون. لكن ما هو مجلس الديانة الإسلامية الفرنسي؟ يعد هيئة حوار غير حكومية بين الدولة الفرنسية والديانة الإسلامية، تتمثل مهمته الأساسية في استقطاب الأئمة الأجانب من خارج البلاد. تلك المهمة سمحت بتسلل أئمة تابعين للإخوان إليه سرعان ما شرعوا في إلقاء خطابات تحريضية أثناء عملهم. زادت حدة هذه الخطابات خلال السنوات الأخيرة الماضية، ويبدو أن المجلس نفسه يدرك خطر تغلغل أئمة الإخوان بين صفوفه، ما جعله يسارع لتطهير نفسه بإعلانه عن إجراءات عدة متمثلة في إجراء إصلاح شامل لهياكله الإدارية ووقف استقطاب أئمة من الخارج. تلك الإجراءات التي وصفت بتغيير شامل في النظام الأساسي للمجلس، والتي ينتظر التصويت عليها بشكل نهائي. لكن جدوى تلك الإجراءات باتت في علم الغيب، لا سيما أن الرئيس الفرنسي منح الصلاحية لمنتدى الإسلام الحكومي في فرنسا المكون من ممثلين يعينهم المحافظون ليقوم بمهام المجلس المنتهية مهامه.